السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نسلط فيها الضوء على الوضع الاقتصادي تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الريال. حاله من التفاؤل المشوب بالاستغراب تسري في الشارع اليمني نظرا لحاله التناقض الناتجه عن الارتفاع المتسارع لقيمه الريال مقابل العمله الاجنبيه. هناك تناقض لا يفهمه المواطن العادي، اذ كيف يرتفع سعر صرف الريال ولا تتاثر اسعار المواد الاستهلاكيه الاكثر صله بحياه الناس. يتساءل المواطن ما الذي يمنع أن يتزامن تحسن سعر العملة مع تحسن وضعهم المعيشي، ولماذا يعلل التجار استمرار الغلاء بكونهم اشتروا بضائعهم تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لماذا حين حدث الانهيار وارتفعت أسعار السلع حينها كل الأنظار متوجهة نحو الحكومة، ما الذي ينبغي أن تقوم به أولا لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية وتثبيتها ومن ثم الرقابة الجادة لمنع أي تلاعب أو احتكار؟ نتوقف عند تداعيات هذا الموضوع لنناقش في محورين: أسباب هذا الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق لسعر صرف الريال ودور الحكومة في مكافحة الغلاء وتثبيت الأسعار وضمان عدم انهيار العملة الوطنية. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. بتسارع غير مسبوق ارتفع صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بنسبة تجاوزت 70% خلال وقت قياسي. ارتفاع سعر العملة المحلية رافقه حالة تفاؤل مشوب بالاستغراب والقلق من قبل المواطنين، لكن التفاؤل الذي بدا في انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية لم ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا تلك التي تتصل بحياة المواطنين المعيشية كالأرز والدقيق والسكر والزيت ونحوها من الضروريات اليومية. كمواطن يمني لم يلاحظ هذا الشيء ملموس بالأسعار المواد الغذائية، بالعكس أغلب المواد الغذائية سعرها على ما هو ثابت برغم هبوط الأسعار، ومن قبل حين الطلوع الأسعار العملات رفعوا أغلب التجار الأسعار، ولما هبط الآن ما يمكن دور الرقابة مش موجود لتنزل تسعيرها ثابتة مقابل العملة. مؤخرا شهدت بعض المحافظات نزول لجان حكومية للرقابة المباشرة على الأسواق والمحال التجارية، خصوصا في المحافظات المحررة ابتداء بالعاصمة المؤقتة عدن ومارب والجوف، إضافة إلى جهود يقوم بها بعض محافظي المحافظات لضبط الاختلالات في الأسعار ومواجهة التجار المخالفين. لكن التحدي القائم في كيفية ضمان عدم انهيار العملة والإجراءات التي يفترض على الحكومة اتخاذها لتثبيت سعر الصرف حتى لا يكون في مهب المضاربات، وبالتالي يؤثر على ثقة الناس في جدية الحكومة وقدرتها على السيطرة فعلا على سوق الصرافة والوضع الاقتصادي برمته، وأن الموضوع لم يكن مجرد حركة سياسية تلعب بمشاعر المواطنين. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، وأرحب أيضا من صنعاء رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك من العاصمة المؤقتة عدن أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. حياك الله سيد باعبيد. يعني نتساءل أو يتساءل المواطنون لماذا يتزامن أو لا يتزامن مع ارتفاع سعر الريال انخفاض في الأسعار؟ أولا أشكركم شكرا جزيلا على هذه الفرص التي دائما نتواصل مع بعض بخصوص ما يهم المواطن والاقتصاد بشكل عام. أهلا بك. الشيء الثاني سيدي، طبعا الاسعار هي الخلل لما يكون غير مستقر، الناس تتوقع الاستقرار، الاستقرار هو يعطي حافز اكثر لان بالزياده او بالنقصان في البضائع، لكن الخلل اللي حاصل الان هو عدم الاستقرار، هو اللي يربك التاجر او يربك البنك او يربك كل مستثمر، الخلل غير الطبيعي خاصه لانه الان يعني مثلا نحن في بدايه الشهرين الماضيين بدانا مع الوديعه السعوديه فتح اعتمادات للتجار في المواد الاساسيه الخمس الاساسيه وهي الرز والسكر والدقيق والسمن والزيت على اساس انه باسعار خاصه باسعار مفضله عن سعر السوق. مثلا كان سعر السوق في الدولار 750 لكن اعطي للتجار فرصه ب 585 بعدين 570 بعدين 500
48 كان هذه هكذا التدرج المفروض يتم الى ان توصل البضائع ويبدا التخفيض السوق. ما حصل الان انه قبل حتى بعض البضائع ان توصل انخفض السوق وارتفع سعر الريال اكثر من سعر البنك المركزي. الان الفرق ما بين ما اشتراه به التاجر السعر والسعر الجديد من هو المسؤول عليه؟ ولماذا هذا الانخفاض؟ من ناحيه اقتصاديه من ناحيه تجاريه ليست هناك اي عوامل تجعل هذا الريال ينخفض الى هذه الدرجه. مثلا الانخفاض دائما يكون لدى الدول اللي فيها احتياط عالي، فيها تصدير، فيها كذا، لا يوجد معانا هذا. فين الخلل؟ هل هو الخلل في الدوله؟ هل في ايادي خفيه لا تحب ان ترضى ان تستقر الوضع عندنا؟ نحن الان صراحه غير مستقرين في اتخاذ القرار. طبعا بعض المواد الاساسيه تم تخفيضها في خلال الاسبوعين الماضيين او ثلاثه الاسابيع، وفي ناس حس، لكن نحن نتكلم على انخفاض جميع السلع، كل السلع مع الادويه مع هذا. فجاه ينخفض الريال، يتقوى الريال اقل من سعر السوق من البنك المركزي. فالان بعض التجار توقفوا عن البيع لانه كم يبيع؟ هل يبيع بسعر اللي ما تم فتح الاعتماد؟ معناه بيبيعه بسعر غالي عن سعر السوق. نعم. إذا كأنك ما عملت حاجة من البداية. هل وبالتالي حتى يعني سيد أبو بكر أنت كما أشرت يعني للدول التي يعني لديها اقتصاد عالي وبالتالي هناك تحسن في قيمة العملة يتم عملية الرفع بالتدريج وليست بهذه الصورة التي تضر بالمواطن بدرجة أساسية، كون التجار يعلنون ذلك أنهم اشتروا بضائعهم في فترة كانت الأسعار فيها يعني سعر العملة منخفض واليوم ارتفع سعر العملة. صحيح، وهذا خلل كبير يعني ضر اكثر. انا ارى اكثر من ارتفاع، لانه انخفاض السريع انا خايف انه يطلع بسرعه اكثر، واذا ارتفع السعر بيكون مردوده على المواطن اسوء مما قلنا عليه. نعم، اذا ساعود اليك سيد ابو بكر، اذهب لضيفي من العاصمه صنعاء رئيس جمعيه حمايه المستهلك السيد فضل منصور. سيد فضل مساء الخير. أهلا، يا مساء الخير والعافية. أهلا بك سيد فضل، يعني كيف يمكن حماية المستهلك في ظل الاضطراب الحاصل في سعر العملة، يعني فترة ترتفع يعني بشكل كبير وفترة تهبط بشكل جنوني، وبالتالي التجار ما زالوا يحتفظون بنفس الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية؟ أولا شكرا كثيرا لاهتمامكم بهذا القضية الهامة والتي تمس حوالي 27 مليون مستهلك. طبعا كما الجميع يتابع التغيرات الحاصلة في أسعار صرف الريال أمام الدولار تحسنه بشكل سريع. أولا التزام البنك المركزي بتغطية أو فتح اعتمادات للمواد الغذائية الأساسية كما قال الأخ رئيس غرفة عدن، هي الخمس السلع الأساسية، وهذا كان عن أحد العوامل. هناك أيضا عوامل أخرى سياسية كما يبدو، إلا أن ما هو حاصل بالفعل هو الهبوط الممتاز، هو لصالح المواطن طبعا، لكن هذا الهبوط لم يرافقهم انخفاض يوازي هذا الانخفاض في قيمة الدولار أمام الريال، حيث أن هناك الشركات التي أعلنت مثلا في صنعاء وفي كثير من المحافظات، في محافظة الجمهورية بالكامل هناك تخفيضات في أسعارها وصلت إلى حوالي 25%، ومنها 6% 7% 10% تتفاوت من سلعة لأخرى، لكن بعض السلع الغذائية انخفضت أسعارها بشكل نسبيا، وهي تعتبر وهو يعتبر الانخفاض الأول كما وعدت هذه الشركات بتخفيض. يعني سيد فضل أنتم شهدتم هذا الانخفاض، يعني بات فعليا في الأسواق هناك تحسن ملحوظ في أسعار السلع بشكل كامل والسلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن؟ طبعا هناك تحسن ملموس لمسه المواطن بانخفاض كثير من السلع، بالذات مثلا القمح الدقيق، الألبان، الزبادي، الزيوت، انخفض بشكل لا بأس، يعني الأسعار نسبيا هو ليس التخفيض الذي يؤمنه المواطن، وإنما يعتبر خطوة تدريجية
نحن نأمل كجمعية بأن هناك انخفاض سيعلن عنه قريبا كما وعدت وزارة الصناعة والتجارة والحكومة، على اعتبار بأن استنادا إلى وعود هذه الشركات بتخفيض الأسعار ليصل إلى المستوى المؤمن فيه. طبعا هناك حملات تمت على مستوى أمانة العاصمة وعلى مستوى أيضا بقية المحافظات، أقفلت كثير من الموارد التجارية التي لم تلتزم، لأنه إذا كان التاجر نفسه المستورد أو المنتج فسعر سلعته وأعلن السعر الجديد، فلماذا؟ وهناك شركات أيضا قامت بعمل جرد بالمخزون الموجود من هذه السلع لدى تجار الجملة وكذلك تجار التجزئة ليتم تعويضها من قبل هذه الشركات، فلماذا لا يتم تخفيض الأسعار بهذه النسب؟ واتخذت إجراءات وقفلت محلات من قبل النيابة من قبل المكاتب المتخصصة، وشعر المواطن بارتياح في ظل الانخفاض التدريجي في أسعار هذه السلع، إلا أنه كما قلت ليس الانخفاض المؤمن والذي يجب أن يتم، لأنه كما تعرف بأنه هناك كان صعود رهيب ومتسارع للدولار حيث تجاوز 820 ريال. طبعا الكثير وضعوا الأسعار على هذا الأساس، والآن البنك المركزي مسعر أو كما وعد بتعميمه الذي اطلع عليه الجميع ب 548 ريال، والآن البنك المركزي سعر الدولار ب 450، والموجود في السوق بين 400 إلى 420. طبعا نحن نأمل كجمعية بأن يستمر هذا الوضع، لكن استمرار هذا الوضع يتطلب كثير من الأشياء المتعلقة أولا بالسماح بتصدير النفط، على اعتبار أن هذه الحالة لتمويل هذه المواد الغذائية هي مسحوبة من الوديعة السعودية، ونحن نعرف أن الوديعة السعودية مبلغ قليل جدا. نعم. الجمهورية اليمنية شمالها وجنوبها شرقها وغربها يتجاوز 10 مليار إلى 12 مليار دولار فاتورة الاستيراد من الخارج. طبعا الذي هو متوفر هو تحويلات المغتربين، فهذا المغتربين محدودة جدا، والوديعة السعودية أيضا. نحن بحاجة إلى استمرار هذا الوضع وتحسين أو تحسن وضع الريال، ولا يتم ذلك إلا من خلال السماح بتصدير المشتقات النفطية، وأيضا تقديم الدعم الدولي لرفض البنك المركزي ليتمكن من الاستمرار بتغطية الاحتياجات من الاجتماعية وغيرها. حتى نعم سيد فضل، سأعود لأكمل معك. سأذهب إلى ضيفي من عدن السيد أبو بكر باعوبيد. يعني سيد أبو بكر، يعني أنت تحدثت أن مسألة الاضطراب الحاصل في أسعار الصرف هي يعني تضر في بالتجار بدرجة أولى قبل أن يكون الإضرار بالمواطن، ولكن يعني هناك وجدنا مبادرات طيبة يعني من بعض البيوت التجارية كبيت هايل سعيد أنعم، وأيضا بعض التجار في حضرموت. يعني كيف تجاوبت هذه الجهات ويعني وعدت بتخفيض الأسعار بينما الضرر يعني يلحق بها بشكل كبير؟ طبعا التخفيضات اللي تمت مثل ما قلت لك حوالي قبل اسبوعين او هكذا كان قبل الاخير. الانهيار الاخير هو اللي احنا تم التوافق معنا كغرفه تجاريه، تم حوالي مثل ما قال الاخ فضل ما بين 25 الى 30%. بعض الشركات بدات بالمواد اللي هم استوردوها فقط عبر الوديعه السعوديه، وبعض التجار والبيوت الكبيره حتى شمل التخفيض الأشياء التي لم يشملها الاعتمادات الأخيرة، وهذا حسن نية قدمه التاجر أو الشركات التجارية قدمته يعني كحسن نية لاستقرار السوق. نعم. بس أنا أتكلم معك ما بعد هذا، بعد اللي قبل 3-4 أيام مثل ما قال أخ فضل، الآن الريال الدولار ب 420 وال 90 الأخيرة أمس ب 450. إذا الفارق من هو اللي بيتحمله كتاجر؟ هذا واحد. الشيء الثاني، هل بيستقر هذا على 420؟ ايش اللي يضمن ان انا ابيع؟ ما هي
هي المؤهلات او ما هي العوامل اللي تخليني انا كتاجر اثق ان انا لو استعاملت بهذه العمله او بهذا الانخفاض؟ حاجتين، اولا ما هو اللي انه ما ينزل اكثر ويضمن ان البنك المركزي والبنوك التجاريه تكون لديها الامكانيه لتغطيه الاعتمادات القادمه. بالضبط. نحن طبعا يهمنا، نحن مثلا ما كمان نحن تجار، فنحن مواطنين ويهمنا ما يهم المواطن مثل ما يهم عائلاتنا واسرنا وجميع اهلنا. لكن مثلا عندنا في حضرموت يقول يا اما تجاره بقانون او سناوه بقوه، يعني يا اما انك تكون تاجر بمعنى الكلمه، تتعامل مع التجاره بنظامها بعرفها بقانونها. اما شغل هذا الانهيار السريع والارتفاع السريع، هذا يربك العرف التجاري المتعارف عليه في كل العالم. وهذا نحن نعطيه استثناء، نحن نقدر ظروف الدوله، نقدر ظروف البلد وظروف الحرب. لكن من هو يلعب بهذه العمله؟ من هو؟ هنا السؤال، من اللي يعمل هذا الباطل هذا في البلد؟ لا. لانه هذا لا يصلح، لا يخدم لا انسان فقير ولا غني ولا مسؤول ولا، ففي ايادي تلعب، فهي الايادي هذا على الدوله ان تضع يدها على هذا الجرح، هذا المرض، هذا مرض لا 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 يصلح، لا ينفع المواطن. يكذب اللي يقول ان هذا اللي يحصل الان هو لصالح المواطن، ليس لصالح المواطن، لانه مثل ما انخفض القوه انا اتوقع انه بيرفع بقوه وبعدها بتنهار الامور اسوء مما كانت عليه. نعم، إذن سأعود إليك سيد أبو بكر. أذهب يعني بتساؤل أخير للسيد فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك. سيد فضل، يعني لو جئنا إلى أصل المشكلة، أيضا هناك يعني اعتماد كبير من المواطنين على يعني المغتربين بدرجة رئيسية في ظل الأزمة الراهنة، هذا التغير في أسعار الصرف، بينما معظم الأسر تعيش على دخل محدود ما يقابل الدولار ما يأتيهم من المغتربين في الخارج، يعني ما حجم التأثير الذي سيلحق بالمواطن نتيجة التغير في أو الاضطراب في سعر العملة؟ هو بالنسبة للمستفيد من تحويلة المغتربين لن يتأثر، لأن طالما إذا هناك انخفاض في أسعار السلع والخدمات التي تقدم، وبالتالي سيكون الانخفاض يتناسب مع، يفترض يتناسب مع أسعار الصرف، وبالتالي التأثير سيكون قليل جدا. لكن كما قال الأخ رئيس اللجنة التجارية الأخ أبو بكر، بأن من المطلوب من الحكومة والبنك المركزي استمرارية ضخ النقد الأجنبي وتغطية الاعتمادات بصورة منتظمة حتى يحدث نوع من الاستقرار على مستوى كافة القطاعات. هناك بعض التجار مثلا بعض السلع مثل الحديد مثل غيره من السلع يتم البيع إما بالدولار أو بالريال السعودي، وبالتالي هو لا يتأثر، يعني ما يمكنش يتأثر، لأنه طالما يبيع اشتريت مثلا طن ب 400 دولار حبيعه الآن ب 400 دولار. نعم. يعني اشتري بالدولار أو بالريال السعودي أو بخلافه، التأثر هو سيحصل لكثير من الناس الذي يبيع بالريال عندما يواجه الدولار. لكن المطلوب هو من البنك المركزي ومن الحكومة وضع عملية استقرارية لأسعار الصرف، ومن ثم الحد من هذه المضاربة التي تتم الآن، وأصبح المواطن سواء الذي لديه عملات صعبة، هل الهدف منها هو سحب هذه العملات من يد المواطن ومن ثم يرتفع الدولار فجأة ويفتقر الكثير من الناس، أم أن الوضع هو سيستمر بهذا الشكل وهو؟ لكن يعني سيد فضل، في مسألة تحسن الأسعار، في مسألة تحسن الأسعار، يعني وجدت أن هناك تأكيد كبير من قبلك على أن الأمور يعني بتحسن واضح، ويعني كأن هناك إجراءات كبيرة من الجانب الحكومي لضبط الأسعار، يعني الواقع كما يبدو أو كما يشكو الكثير من المواطنين مختلف، يعني اليوم أسعار الغاز مثلا في حارة يباع بسعر معين، في الحارة الأخرى يباع في سعر آخر، ف يعني هل بالفعل تم السيطرة على هذا الأمر وبالتالي صارت الأسعار يعني متحسنة على يعني في كافة المناطق وفي كافة المحافظات؟
لا هي طبعا الحكومه سلمت قوائم، الحكومه سلمت قوائم كما تسلمتها بجميع محافظات الجمهوريه. يعني هنا مثلا في صنعاء سلمت الشركات الكبيره قوائم بالتسعيره بالسعر النهائي للمستهلك، وحدد سعر الجمله، سعر التجزئه، السعر النهائي للمستهلك. وهذه القوائم وضعت على الاسعار وعلى رفوف السوبر ماركتات والمولات وكل الاماكن اللي يتعلق بالسلع الغذائيه وكثير من السلع كما قال الاخ ابو بكر، وهو ما لمسه المواطن. هناك حوالي 20 تحديد هذه السلع على 20 سلعه لتكون ليتم توزيعها على مستوى محافظه الجمهوريه، وهو ما تم بالفعل. هناك شركات كبيره جدا سواء مجموعه بيتين سعيد او كل الشركات الكبيره والصغيره ايضا، سواء في صنعاء، في تعز، في حضرموت، في عدن، في كل المحافظات قدموا قوائم باسعار السلع الجديده بعد التخفيضات والمواطن لمس. هناك كثير بعض المولات، مثلا اعطيك في امانه العاصمه تم اغلاق حوالي 87 مولات، اللي هي من المولات الكبيره مثل سكاي مول، هايبر توفير، نهار الياس، كثير من المولات تم توقيفهم حتى اليوم مغلقين، ما زالوا مغلقين حتى اليوم بسبب عدم الالتزام بالتسعير الجديد. لانه من الذي وضع السعر؟ وضع السعر هو لسلعته التي تباع فيها، وبالتالي هو يتحمل المسؤوليه ويتحمل فارق السعر بين سعر سعر الشراء وسعر البيع، ليست الحكومه. وضحت الصوره. وضحت الحكومه والجهات المختصه في جميع المحافظات بهذه الاسعار الجديده ليتم الرقابه عليها، وهي لصالح المستهلك خطوه اولى، وهناك التزام بالتخفيض بصوره اكثر في حاله استقرار السعر خلال هذا الاسبوع. وضحت الصوره سيد فضل. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من صنعاء. أشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من العاصمة التركية أنقرة السيد حسام السعيدي باحث اقتصادي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسام. يعني كيف تفسر حالة الارتفاع المتسارع لقيمة سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية؟ في حقيقة الأمر هناك الكثير من التفسيرات أو كثير من العوامل الحقيقة. لا شك أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة أيضا يعني لعبت دورا في تحسين قيمة الريال، ابتداء من منح اعتمادات مستندية. هذا الأمر أدى إلى تقليل البحث عن العملات الصعبة داخل السوق. الحقيقة السلع الأساسية واستيرادها يلعب دور كبير، و ايضا يمثل وزنا مرجحا كبيرا من حجم الواردات بشكل عام في الفتره الحاليه، وبالتالي توفير مبالغ لهذه الايرادات سهل بكثير الحقيقه على التاجر الحصول على العمله الصعبه. هذه النقطه الاولى. ثانيا ايضا سحب الريال من السوق عن طريق الاعتمادات المستنديه، وهذا ايضا عفوا عن طريق السندات الحكوميه، وهذا ايضا امر جيد، يعني قلل من حجم السيوله بيد البنوك بدرجه اساسيه. هذين العاملين هما عاملين اقتصاديين بدرجة أساسية، لكن هناك عوامل أخرى الحقيقة، وهي عوامل ربما تعود إلى عوامل مضاربة كبيرة. المضاربة التي تهدف الحقيقة من خلال أحداث بلبلة في السوق إلى الحصول على مكاسب فيما بعد وإثراء سريع. أيضا من ضمن النقاط السلبية التي أراها أنا شخصيا سلبية، أن البنك المركزي لم يحدد من البداية سعر عادل وواضح فيما يخص الاعتمادات المستندية، ولا أقول تثبيت سعر صرفه بشكل عام، وإنما ما يمثل سعر تأشيري بشكل عام للسوق. كان يمكن أن يتمحور حوله السعر ويقلل حالة عدم الاستقرار في السوق بشكل عام وأضرارها السلبية سواء على التجارة أو على حتى على المواطنين البسطاء ومدخراتهم بشكل عام. نعم، إذن ابقى معي سيد حسام. أذهب للسيد أبو بكر بعويد رئيس الغرفة التجارية. يعني سيد أبو بكر، هناك ما يقول ضيفنا في من صنعاء السيد فضل حسن رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هناك يعني ضبط للأسعار ويعني تحسن ملحوظ في جميع السلع في العاصمة صنعاء. ماذا عن الوضع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة؟ يعني هل من إجراءات للحكومة لضبط الأسعار مقابل الانخفاض الحاصل أو الارتفاع الحاصل في سعر العملة؟ نعم، في فرق كبير وفي تحسن. كل أصحاب الشركات الكبيرة بلغوا أصحاب التجزئة أنه حتى ممكن يعوضون الفارق ما بين السعر اللي دفع
نعم. والسعر اللي حدده الشركة الجديدة، يعني السعر الجديد اللي تم تحديده من قبل الشركة بعد التخفيض، وحصل أنه بعض التجار قدم الفارق في السعر لأجل أصحاب التجزئة يبيعوا بالسعر الجديد. هذا في نحن ما يقلقنا ليس هذا سيدي، نحن ما يقلقنا ما هي الحين مثلا أمس أو اليوم الأسعار مثلا في عدن بالريال أو بالدولار غير اللي في حضرموت، غير اللي في مار، غير اللي في صنعاء، وهذه هي المشكلة بالفعل. هذا مشكلة فعلا، يعني لأنه التاجر اللي في صنعاء هو نفس التاجر اللي في عدن، هو نفس التاجر اللي في حضرموت، هو نفس اللي يوزع في أبين أو في أمارب أو في دمار أو في كل مكان، فهو يحسب حسابه على من؟ يحسب حسابه على كيف؟ نعم. نحن الآن على الدولة تضع يدها، طبعا ما تقوم البنك المركزي شيء طيب جدا، ونحن لاحظنا الفرق طبعا، يعني فرق كبير جدا عما كنا نعاني. لكن الآن هي ثمنت أمس أو أعلن الدكتور محمد زمام أنه سعر الدولار 450 والسوق 420. هنا طبعا نحن طالبنا البنك المركزي أنه كحل أو حاليا أنه كل الاعتمادات اللي تم فتحها يتم حسابها على آخر سعر في السوق عشان ننتهي من مشكلة فرق الأسعار. طبعا هذا اقتراح من طرفنا، إن شاء الله نتناقش فيه يوم الاثنين بإذن الله تعالى. نعم. لكن هل هذا اللي بيحصل؟ فهمت القصدي، أنه إحنا لازم نثبت سعر معين يستقر لفترة محددة، يعني شهر شهرين ثلاثة تستقر الأمور، يعرف التاجر أن هذه البضاعة اللي استوردها بالسعر الفلاني أولا مشت، لما تيجي السعر الثاني بأقل أو بزيد هذا حسابه آخر. بالضبط، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد أبو بكر باع عبيد رئيس الغرفة التجارية، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إليك يعني سيد حسام، ربما يعني الارتفاع الكبير في سعر الريال و يعني القفز كما يصفه الكثير، يعني هناك في الكثير من الدول يتم ارتفاع العملة بشكل تدريجي، بينما ما حدث معنا هو قفز كبير، يعني هل الحكومة يعني يدل على هذا الإجراء على ثقة كبيرة في الإدارة الاقتصادية للحكومة، وكيف يمكن ضمان حالة الاستقرار في فيما وصل إليه سعر الريال؟ يعني هناك أسباب أدت إلى ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار، يعني تراجع سعر الصرف كما نقول، لكن الثقة طبعا هناك ثقة إلى حد ما، ولمسنا حتى من خطاب رئيس الوزراء الذي قال مثلا أن هناك إقبال كبير على السندات الحكومية تجاوز تقريبا بنسبة 50%، يعني بدل أن طرحت الحكومة 100 مليار كان الطلب حدود 150 مليار. طبعا هناك الحقيقة تعليق آمل كثيرة على البنك المركزي في عدن، والبنك المركزي في عدن والحكومة بشكل عام هو الذي يدير العملية الاقتصادية في البلاد بشكل عام، يعني على أساس هذا الكلام، والناس تريد الحقيقة تحسين حالتها الاقتصادية بشكل أساسي. لكن المشكلة الحقيقة أنه هذا التراجع ظل مستمر وفي حالة تذبذب ولم يخلق حالة استقرار، وكما ذكرت قبل قليل أن هذه النقطة الحقيقة مثلت مشكلة وليست حل. يعني صحيح المواطن وربما حتى الدولة تحاول قدر الإمكان أن يعود السعر إلى أقل مستوى بحيث تصبح بالتالي الأسعار منخفضة وإلى آخره، لكن المشكلة أن ما الذي يضمن أن يبقى هذا السعر مثلا إذا افترضنا مثلا أن هناك مضاربات في السوق وهي وبالتالي نقص السعر لأسباب وجود مضاربات ووجود يعني حالة هلع وبالتالي وإشاعات، هذا الأمر غير اقتصادي وغير مضمون أن يبقى الريال. لنفترض مثلا أن نزل إلى 250، هنا ما الذي يضمن أن يبقى في سعر 250 وأن لا يعود وبالتالي تحقق للصرافين أو تحقق للمضاربين أرباح مهولة، لكن السعر سيعود لارتفاع مرة أخرى. هذه النقطة المهمة والتي نتوقع الحقيقة ونتمنى يعني أن يتم تحديد أسعار للاعتمادات المستندية بحيث تصبح سعر تأشيري واضح، بحيث يكون سعر عادل ويكون أيضا سعر يمثل حقيقة السوق ويمثل قدرة الحكومة على التدخل لدعمه على الأقل بين مرحلة وأخرى، ويصبح على الأقل مستقر بفترة لا تقل عن 6 أشهر مثلا. عندما تحدث عن انخفاض أسعار السلع، عندما صرف مرتبات إلى آخره، كل هذه العوامل الحقيقة تحتاج إلى أسعار مستقرة ووضع اقتصادي مستقر. حالة عدم الاستقرار ليست جيدة،
ولا يعني أن الريال يرتفع بشكل كبير أن هذا الأمر جيد أو مؤشر جيد، بالعكس قد يكون أحيانا مؤشر سيء. نعم. المهم هو الحقيقة أن يستقر بأمر أو بمستوى يسمح للسلع بالتراجع، يعني لا يكون لا يبقى مرتفعا سعر الصرف بحيث لا يستطيع المواطن الحصول على الغذاء وتصبح الأسعار ومعدلات الضخم مرتفعة، ولا أيضا يكون منخفضا بدرجة تجعل عملية الاستقرار أو الاستقرار الاقتصادي عملية غير ممكنة. نعم، إذن أشكرك جزيلا، وضحت الصورة. سيد حسام السعيدي الباحث الاقتصادي كنت معنا من العاصمة التركية أنقرة. وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيوفي، كان معنا رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، كان معنا من العاصمة المؤقتة عدن، والشكر أيضا من العاصمة صنعاء رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.